الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فعندما نتحدث عن الآداب العامة فإنها من منظور ديني تعني القيم الرفيعة والأخلاق النبيلة، وديننا دين مكارم الأخلاق، ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم قامت على أساس أخلاقي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعندما ننظر إلى الآداب العامة من منظور إنساني فإنها تعني الأصالة والنبل والشهامة والمروءة. وسئل أحدهم: ما الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: العقل يأمرك بالأنفع، أما المروءة فتأمرك بالأجمل والأحسن والأفضل. وعندما ننظر إلى الآداب العامة من منظوري الدين والإنسانية معا فيمكن أن نلخصها في مفهوم الحياء والأدب. وقيل لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الحياء من الدين. فقال: الحياء هو الدين كله. ويقول الشاعر:
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. ويقول الشافعي رحمه الله: يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما أحوجنا إلى هذه القيم؟ فديننا دين الأخلاق، دين القيم، دين الحياء، دين الإنسانية، دين المروءة والشهامة والنبل والذوق الرفيع. ونضرب نماذج للأدب مع الله والحياء من الله، والأدب والحياء مع رسول الله، ومع الناس، مع الوالد، مع العالم، مع الحاكم. نأخذ على عجل أمثلة عجلة، فانظر إلى أدب الأنبياء والمرسلين مع رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظر إلى مناط الأدب، لم يقل لم أقله، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته. تأدبا مع الله أن يقول لم أقل، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، انظر إلى أدبه مع رب العزة عز وجل، يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، تأدبا مع الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ولاحظ نقطة أخرى: الذي خلقني فهو يهدين. لم يقل الذي هو خلقني، لأن الخلق لا ينازع فيه أحد، والذي هو يطعمني ويسقين، لتأكيد الاعتماد على الله عز وجل في قضية الرزق. وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني. وهكذا كان من العبد الصالح الخضر عليه السلام عندما تحدث عن السفينة فقال: فأردت أن أعيبها. ولما تحدث عن إكرام الله في بناء الجدار: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، في قمة الأدب مع الله. وتعلم الصحابة من ذلك. مر سيدنا عمر بن الخطاب على قوم يوقدون النار، فأراد أن يسلم عليهم ولم يعرف أسماءهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أصحاب النار، تخيرا للكلمة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أما الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء من سيدنا رسول الله، فهو أن تتبع سنته. الأدب مع الله يقتضي مع ما ذكرنا أن يجدك حيث أمرك
وألا يراك حيث نهك. والأدب مع رسول الله يقتضي أن تتبع سنته ثم يقتضي أمرا آخر. الأدب مع رسول الله يقتضي ألا تذكر اسمه صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا بما يليق به من التعظيم والتوقير والاحترام والتبجيل بأمر إلهي، لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تتعامل مع رسول الله كما تتعامل مع الخلق، لا تتعامل مع رسول الله كما تتعامل مع أصحابك أو أبنائك أو أصدقائك، لا تتعامل معه كشخص عادي. بأمر إلهي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورأى الإمام مالك رحمه الله رجلا يرفع صوته في مسجد سيدنا رسول الله فقال يا هذا تأدب في حضرة رسول الله، فإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، فلا تذكر اسمه إلا مقرونا بالنبوة والرسالة والصلاة والسلام عليه، سواء أكنت تكتب ولو كتبت اسمه 1000 مرة في اليوم أو كنت تنطق أو تحاضر أو تسمع. فمن البخيل يا رسول الله؟ البخيل منكم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. الأدب مع رسول الله، الأدب مع سنة رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا قضى الله ورسوله أمرا سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا. ثم الأدب مع كتاب الله، الأدب مع القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو الحق، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. لم تلبس الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وسمع أحد الأعراب قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فقال أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ويأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، إنه رب العالمين ولا أحد سواه. ومن إكرام القرآن إكرام أهل القرآن والعناية بأهل القرآن. إن لله أهلين من الناس. من هم يا رسول الله؟ أهل القرآن هم أهل الله وخصته. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل القرآن
ومن الموقرين لرسولنا عليه الصلاة والسلام، ومن المتأدبين مع الله ومع رسوله ومع القرآن، توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. فمن الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع القرآن، إلى الأدب مع الخلق، ونوجز في سلاس مراعاة للوقت. أولها الأدب مع الوالدين، وأكدنا وسنظل نؤكد: من لا خير لوالديه فيه، من لا خير لوالديه فيه فلا خير له في نفسه، من لا خير لوالديه فيه فلا خير له في حياته ولا في نفسه، ولا يلقى من حياته هناء أبدا، لأن عقوق الوالدين مما تعجل له العقوبة في الدنيا. يقول الحق سبحانه في الأدب مع الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولله ضر أبي فراس الحمداني حيث يقول وقد بلغه وفاة أمه: أيا أم الأسير لمن تربى، وقد مت الذوائب والشعور، إذا ابنك صار في بر وبحر، إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير. إذا ابنك صار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير، بأي دعاء داعية أوقى، بأي دعاء داعية أوقى، بأي ضياء وجه أستنع بعد وجه الأم، بأي دعاء داعية أوقى، بأي ضياء وجه أستنع، بمن يستدفع القضاء الموقع، بمن يستفتح الأمر العسير. نعزى عنك أن عن قريب إلى ما صرت في الأخرى نصير. نسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا. ثم الأدب مع العالم. هذا نبي الله موسى عليه السلام يعلمنا درسا في الأدب مع العلماء، عندما قال للعبد الصالح في أدب المتعلم مع المعلم: هل أتبعك؟ تأذن لي وتسمح لي أن أتبعك؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ لم يستكبر ولم يستنكف. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يضيع العلم بين الكبر والحياء، ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يقاما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. نختم بالأدب مع الحاكم، وهذه قضية شرعية. الأدب مع الحاكم وإكرام الحاكم العادل جزء من صميم الدين والوطنية معا، والتطاول على الحاكم العادل
مناف للدين والقيم والأخلاق والوطنية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن من إجلال الله عز وجل، إن من توقير الله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، إكرام الحاكم العادل جزء من صميم الدين. ولذلك حتى لاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة، وعطف عليه وحامل القرآن. فلما جاء عند الحاكم العادل أعاد كلمة إكرام مرة أخرى تأكيدا على إكرام الحاكم العادل والأدب مع الحاكم العادل. فالإكرام الحاكم العادل جزء من الدين وجزء من العقيدة، والتطاول على العلماء هدم للدين، والتطاول على الحاكم العادل هدم للدين والدنيا، والتطاول عليهما هدم للدين والدنيا. فإذا وجدت وقاحة أو سفالة أو بزاءة أو خروجا عن القيم من أحد، فاعلم أنه بمعزل عن الدين والوطنية معا. لأن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدب أو أن الحياء لا يكون في شيء إلا زانه، فالحياء والأدب من صميم الإيمان، والبزاءة والفحش من علامات الفسق والفجور. البزاءة صاحب اللسان الفاحش البذيء السباب، إذا وجدت إنسانا بذيئا فاحشا فشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، فهذا من علامات الفسق والفجور. لأن المؤمن حيي كريم، عف الخلق، عف النفس، عف اللسان. وأختم بأدب في غاية الأهمية، وهو أدب الاستئذان في كل شيء، ليس الاستئذان في دخول البيوت فحسب. لا تستخدم هاتف أحد إلا بإذنه، ولا تستخدم حاسوب أحد إلا بإذنه، ولا تفتح مكتب أحد إلا بإذنه، حتى لو كان شيئا يسيرا. لا تعبث بنظارة أحد ولا بمذبحة أحد، ولا تأخذ قلم أحد إلا بإذنه. والنبي علمنا ذلك عندما قال: لا يؤمن الرجل الرجل في داره ولا في سلطانه. مهما كنت من العلم ومهما كنت من الفقه، إذا كنت ضيفا عند أحد عليك أن تتأدب بأدب الضيافة، وأن تقدم صاحب البيت إلا إذا أذن لك. ثم يقول: ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت له مكان مميز يجلس عليه، فلا تدخل وتجلس حتى يشار إليك أين تجلس وكيف تجلس. أما أن تدخل متكبراً متعنطزاً متعالياً متجبراً، فأمامك قول الله تعالى: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فديننا دين القيم، دين الذوق، دين الرقي، دين الأصالة، دين النبل، دين الشهامة. وعلينا أن نعمل كعلماء ومفكرين ومثقفين ومثقفين وأساتذة جامعيين ومعلمين وتربويين بكل قوة على استعادة هذه المنظومة الراقية دينيا ووطنيا وإنسانيا، لنعود إلى حياة أكثر رقيا وأمنا تليق بديننا وبوطننا وبحضارتنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعل فينا ولا لنا ولا بيننا ولا حاضرا ولا غائبا ولا سامعا ولا مشاهدا له ميت إلا رحمه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا شقيا ولا محروما.
اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا غائبا إلا رددته، ويسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم وفق قيادتها وجيشها وشرطتها لحمايتها وحماية أمنها والرقي بها، ومن أراد مصرنا بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة له لا عليه، واغننا بفضلك عمن سواك. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.